السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج البيت. يا رب يومكم جميل وحالكم طيب من بداية الأسبوع، والموجة الحارة مستمرة معنا. طبعا في ناس كتيرة جدا بتتعب من الحر وبيحصل لها حالة إجهاد، بس يا ترى بقى الموجة دي هتخلص إمتى؟ وهل ده مؤشر على إن الصيف السنة دي هيكون تقيل معنا، هيكون حر شديد؟ خلونا طيب نعرف التفاصيل كاملة بقى من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، اللي معانا على التليفون. ازيك يا دكتورة؟ أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بكل السادة المشاهدين. ايه بقى، احنا خلاص يعني جبنا اخرنا، احنا لسه في الربيع فالحر صعب جدا، هل هيستمر معانا ولا ولغايه امتى؟ بالفعل يمكن احنا خلال هذه الايام بنشهد موجه شديده الحراره بتاثر على معظم محافظات الجمهوريه. يمكن هي بدات معانا من نهايات الاسبوع الماضي، ولاحظنا اكثر الارتفاعات من يوم السبت الماضي. صحيح. هي موجه طويله، معظم الايام قيم درجات الحراره اعلى من المعدلات الطبيعيه بحوالي 6 ل 8 درجات. بالامس احنا سجلنا عظمى على القاهره الكبرى 41 درجه مئويه في الظل، ودي اعلى من المعدل بحوالي 8 درجات في الظل. طبعا لان المحسوسه بتختلف عن قيمه طبعًا. درجه الحراره اللي احنا بنقولها في النشره دايما كمان بتبقى اعلى، يعني دايما نقول ان درجه الحراره صحيح اللي المواطن بيحسها بتبقى اعلى، خاصه في فصل الربيع او فصل الصيف، طبقا طبعا للعوامل الجوية بقى كمان مع ارتفاع قيم درجات الحرارة. تمام. اليوم ايضا العظمى على القاهرة الكبرى وصلت ل 38 درجة مئوية، متوقع خلال الايام اللي جاية على الاقل بكرة الاربع والخميس استمرار الموجة دي معانا. الارتفاعات ملحوظة طبعا في قيم درجات الحرارة اربع وخمس، عظمى على القاهرة الكبرى 39 درجة مئوية، محافظات الصعيد ما بين 44 الى 45 درجة مئوية. ده لان احنا بنتاثر بالكتل الهوائيه الصحراويه، الكتل دي مرتفعه بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، وكمان مرتفع جوي في طبقات الجو العليا ده بيخلي الاجواء مشمسه بشكل كبير ويساعد ان قيم درجات الحراره ترتفع. فلسه معانا كمان بكره وبعده الاربع والخميس الطقس شديد الحراره خلال فتره النهار، كمان فتره الليل فيها ارتفاعات قيم درجات الحراره الصغرى. احنا فتره الليل الصغرى بتسجل قيم درجات حراره ما بين 27 و29 درجه مئويه، ده فتره الليل. القيمه دي احنا كنا بنسجلها الاسبوع الماضي فتره النهار، في النهار بالظبط بالظبط. فبالتالي عندنا فتره الليل اجواءها كمان اجواء مائله للحراره. بعض المدن او بعض المحافظات بنلاقي فيها نشاط للرياح، زي يوم بعض الاماكن من جنوب سيناء نشاط الرياح اللي فيها مثير لبعض الرمال والاكتبه. بكره كمان نكمل معانا الاكتبه والرمال المثيره، لكن فقط على جنوب سيناء، يعني الحمد لله القاهره الكبرى والاماكن الشماليه تبقى اخف او في اكتبه والرمال المثيره. جميل جميل. مع يوم الجمعه ان شاء الله ايوه تحدث الموجه دي، يحصل انخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل من 4 ل 6 درجات، وده هيكون في معظم المحافظات الشماليه. جميل. السواحل الشماليه، الوقت البحري، القاهره الكبرى، حتى شمال الصعيد. المناطق الجنوبيه بس جنوب الصعيد اللي لسه عليها الارتفاعات. الانخفاض ده هيكون معانا يوم الجمعه ويوم السبت وكمان يوم الاحد. وارد جدا مع يوم الاثنين يكون في ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحراره، وتعود ثاني قيم درجات الحراره اللي هي حوالين ال 33 وال 34 درجه مئويه. ماشي حلو. طبعا يعني اقل حراره من الاسبوع بالزبط. ده لان اسبوع متواصل قيم درجات حراره ما بين 40 او 39 او حتى 41 اللي احنا سجلناها بالامس. وطول الموجه نفسها احنا دايما متعودين على الموجات القصيره مش الطويله. صحيح. هي بتبقى مدتها يومين كده. مش اسبوع. ارتفاعات ملحوظه مش اسبوع، ان هي بتبقى اسبوع او اكثر، ده اللي بيخلينا نحس اكثر كمان بالارتفاعات. صحيح. البيوت بتتشبع بالحراره، فبالتالي احنا دايما حاسين بالحراره جوه البيت وبره وبره البيت. دايما كده دكتوره منار، لما بتيجي تحصل موجه كده صعبه في بدايه يعني الصيف يقول لك بس ده احنا هنشوف السنه دي صيف شديد جدا وصعب جدا، ده بيبقى مؤشر فعلا يا دكتوره منار على كده ولا ايه؟ لا، عشان احنا عندنا اصلا مناخيا ومعتاد ان احنا في فصل الربيع بنسجل قيم درجات حراره اعلى من فصل الصيف. احنا دايما فصل الربيع في الاعوام الماضيه كنا بنسجل قيم درجات حراره، وخاصه في النص الثاني تجاوزت في بعض السنوات ال 45 وال 46 درجه مئويه على القاهره الكبرى. صحيح. لكن احنا ما بنربطش في كل بعضها، كل فصل بيكون منفصل. احنا فصل الصيف هنلاقي قيم درجات حرارته ما بتعلاش كتير او في ايام كتير عن الاربعينات، لكن طبعا نسب الرطوبه المرتفعه بشكل كبير هي اللي بتخلينا نحس ان الصيف درجاته اعلى من القيم اللي احنا بنسجلها في فصل الربيع. فبالتالي لا، احنا في بعض الاعوام السابقه سجلنا قيم درجات حراره اعلى من الموجه دي. طبيعي جدا ان احنا نشوف موجات ارتفاع في الحراره في فصل الربيع، وخاصه في النص الثاني من فصل الربيع.
دايما بيبقى الاجواء بتبقى اقرب للاجواء في الصيف. جميل. مهم بس جدا ان احنا خلاص ناخد بالنا خلال الايام أيوة. اللي جايه أيوة. مع الارتفاعات، لان حتى لما بيحصل انخفاضات مش معناها ان احنا هنروح تاني للاجواء الربيعيه، معناها ان احنا هنتحول من شديده الحراره للاجواء الحاره بسيط. بالظبط، الى خلاص بقى احنا نتعود ان الايام اللي حتى لو فيها انخفاضات الاجواء الصيفيه بدات تقرب مننا. لازم بقدر الامكان لو انا مضطر ان ابقى في الشارع فتره الارتفاعات دي بقدر الامكان يكون معايا غطاء للراس شمسيه، لان انا تعرضي لاشعه الشمس بشكل مباشر هيخليني احس بقيم درجات حراره اعلى من اللي احنا بنقولها بكثير. صحيح. مهم جدا بقدر الامكان نتجنب اشعه الشمس بشكل مباشر، وخاصه فترة الذروة اللي هي من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 4-5 العصر. الوقت ده شدة الإشعاع الشمس قوية. قوية. صحيح. بالظبط. فلو اضطريت أبقى موجود في الشارع معايا إغطاء لرأس شمسية أو كاب، بلاش كمان أقف تحت أشعة الشمس فترات طويلة، دايما أغير درجة حرارة جسمي عشان ما أصابش بالإجهاد الحراري. الحراري طبعا نتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل وأهمهم الماء. الميه تبقى موجوده فيدي على مدار اليوم، ده شيء مهم جدا. الملابس بقدر الامكان تكون قطنيه فضفاضه فتحت اللون، ناخد بالنا بس ونعمل احتياطاتنا بشكل كبير، لان دايما موجات ارتفاع قيم درجات الحراره الطويله بتاثر على صحه المواطن، فناخد بالنا ونعمل احتياطاتنا، لان زي ما قلت في الاول الارتفاع مش بس فتره النهار، ده فتره النهار وفتره الليل، فاحنا طول اليوم درجه حراره جسمنا مرتفعه. ناخد احتياطاتنا ونحاول نبرد جسمنا من وقت للتاني، نتواجد في اماكن جيده للتهويه بقدر الامكان. هو الحمد لله الموجه دي نسب الرطوبه فيها مش عاليه بشكل كبير، لان الكتل الهوائيه صحراويه، لكن برضو مع وجود اشعه الشمس وقيم درجات الحراره المرتفعه اكيد انا بحس بالاجواء شديده الحراره اللي احنا بنعيشها خلالها دي. صحيح. دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه، بشكرك جدا على مداخلتك معانا، وان شاء الله يعني نتمنى باذن الله ان يكون صيف اللي هو ايه الحر اللي احنا نقدر نستحمله، لكن الموجات الصعبه دي بتبقى فعلا ربنا يا رب يعافينا يا رب ان شاء الله منها ويسترها علينا طبعا لكل الناس اللي بتضطر ان هي تبقى موجوده نقول في عز الشمس بقى في شغلها في مشاورها، فربنا يسترها علينا ان شاء الله. مناسبه بقى ان ربنا يسترها علينا ان شاء الله من الاجواء الحاره دي، اكيد في ادعيه يعني يفضل ان احنا ندعي بيها كدعاء في الحر الشديد. تعالوا نعرف من الدكتور حسن القصبي الاستاذ بجامعه الازهر، ايه افضل الادعيه اللي احنا نقدر نقولها في هذا الحر؟ ازيك يا دكتور، اهلا وسهلا بحضرتك. مرحبا بك حضرتك والساده المشاهدين الكرام. اهلا وسهلا بحضرتك، اهلا بك. يعني طبعا يعني ايه افضل دعاء نقدر نقوله في مثل هذه الاجواء الحاره عشان ربنا يا رب يخفف عنا؟ دايما نقول يا رب تكفينا شر نار جهنم لما بنحس بان في حر شديد، فنقول ايه دايما؟ بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ان نذكر ما ينبغي علينا ان نتلفظ به في هذه الاجواء، علينا ان نفهم العله، لان المسلم دائما يتفكر في خلق الله، في ملكوت صحيح الله صحيح، في الاحوال الجويه، ويربط كل شيء بقدره الله عز وجل ونعم بالله. بدايه هذه الموجه الحاره، الموجه الشديده من البرد، الصواعق، البرد الى اخره، لابد ان نتامل هل اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الاشياء ام لا؟ تعالي بنا الى حديث صحيح في صحيح الامام مسلم، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم عدة شدة البرد وعدة شدة الصيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها من كثرة ما هي فيه، فقالت: أكل بعضي بعضا، فأذن الله لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. في الشتاء أشد ما تجدون من الزمهرير، البرد الشديد، وفي الصيف أشد ما تجدون من الحر. كأن هذا الملكوت الذي نحن فيه الله عز وجل نظمه على هذه الهيئة. الأمر الثاني، ماذا نقول إذا وجدنا شدة حر؟ كيف علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعامل مع ذلك؟ يستحب للإنسان عند اشتداد الحر أن يكثر من قول لا إله إلا الله، وأن يستعيذ بالله من نار جهنم ومن حر جهنم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يدعو: اللهم أجرني من حر جهنم، كان يدعو: اللهم أجرني من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. ويدعو الإنسان بما تيسر له: اللهم أصلح لنا شأننا بفضلك وكرمك يا عزيز يا غفار، اللهم فرج، اللهم أذهب،
اللهم لطفا، ويطلب اللطف دائما من الله عز وجل. هذا في جانب الدعاء. أما جانب العمل لابد أن يعمل، لا يتكاسل أبدا، والله عز وجل أعطى الجسد قدرة على التحمل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد بالبشر إلا خيرا. هذا أمر. أمر الثاني، لابد أن نتذكر في هذا الحر الشديد فضل سقيا الماء. أيوة. الماء أمر لابد أن نلتفت إليه. صحيح. لأن هذا وقت شديد، والوقت الشديد عندما ينفس الناس عن بعضهم البعض، وينفس الإنسان عن مخلوقات الله جل وعلا، على الإنسان، على الحيوان، الحيوانات والطيور كمان يا دكتور، يأخذ أجرا عظيما. أرجو أن نستمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيما مسلم تقى مسلما على ظمأ تقاه الله من الرحيق المختوم. والقصة في الحديث المشهور، هذا الرجل الذي كان يلهث من العطش ثم وجد بئرا فنزل فشرب، فلما خرج وجد كلبا يلهث فتذكر ما كان فيه. نحن الآن في شدة الحر نتشرف وتهبو نفوسنا إلى سقيا ماء، فإذا سقاك الله عليك أن تسقي غيرك. إذا من الله عليك بنعمة إرواء الظمأ عليك أن تسعى إلى إرواء غيره. ولذلك فضل هذه المبردات، فضل سقيا الماء، فضل صرف ماء كما يفعل البعض بعفويته حتى يشرب منه الطير ويشرب منه الحيوان، هذا فضل عظيم لابد أن نلتفت إليه. جميل. في هذا الحر الشديد. جميل. دكتور حسن القصبي الأستاذ بجامعة الأزهر، بشكر حضرتك جدا على تليفونك، وبنأكد تاني يا جماعة أي بلكونة أي مكان دايما نحط فيه مية عشان الطيور لو محتاجة، الحيوانات برضو دايما معنا أزايز مية إحنا نشرب حتى سوائل كتير، ولو في حد محتاج إن هو يشرب في عز الحر ده من الناس اللي بتشتغل، أي حد محتاج مية مش لاقي في أي مكان يبقى دايما معانا، ده ليها ثواب كبير جدا، وربنا إن شاء الله يا اللهم أجرنا من عذاب النار. هستأذن حضراتكم نطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، وفقرة مهمة بقى هنكمل فيها كلامنا اللي بدأناه قبل كده، وهو مشكلات الحمل، وتحديدا النهاردة هنتكلم عن موضوع الإجهاض، إيه أسبابه، إيه مخاطره، إيه حكمه الشرعي، وموضوعات تانية طبعا كتير بتشغل بال ناس كتير. هنتظر حضراتكم طبعا، وتشاركونا كمان بأسئلتكم بعد ما أرقام التليفونات تظهر على الشاشة. انتظروا. رجعنا لحضراتكم مرة تانية. مفيش شك إن الإجهاض مشكلة كبيرة جدا بيعاني منها أسر كتير في مجتمعاتنا العربية. الإجهاض بمعنى البسيط هو وجود خطأ ما أثناء الحمل أدى في النهاية لفقدان الجنين، وفي الغالب بتكون معظم حالات الإجهاض بتكون بسبب عدم نمو الجنين بالشكل المتوقع أو لعدة أسباب طبية أخرى. في حلقة النهاردة واللي بدأناها الأسبوع اللي فات هنكمل بقى الكلام عن الموضوع ده، وهنحطه على ميزان الشرع، هنعرف إيه حكم الدين فيه. بس طبعا في البداية النهاردة خلوني أرحب بالدكتور خالد السطوحي، أستاذ النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني. أهلا وسهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. وطبعا الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدوائر الإفتاء المصرية اللي منورنا النهاردة. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا أستاذ مروة، وسعيد جدا بالتواجد مع حضرتك ومع الدكتور. أنا اللي سعيدة جدا والله، يعني حلقة مهمة كان المفروض إن إحنا فعلا نكملها، لأن عندنا مصطلحات كتير زي ما قلنا كده الحلقة اللي فاتت، لازم نفهم معناها، نفهم أسبابها، نفهم كمان حكم الشريعة الإسلامية فيها إيه، عشان تبقى الناس على علم وعلى نور بكل حاجة. نتكلم عن الإجهاض أول حاجة كده، إيه بتكون فعلا أسباب الإجهاض؟ طيب، أولا أنا بشكرك على البداية اللي حضرتك بتديها فعلا، وإحنا دايما في أي تناول علمي لأي موضوع بنبدأ بالتعريف زي ما حضرتك قلت. طبعا كلمة إجهاض يعني هو أي واحدة حملت لازم الحمل ده في يوم من الأيام هينتهي، مفيش واحدة هتقعد تحمل مثلا طول عمرها. تعريف الإجهاض هو نهاية الحمل قبل سن أن يكون الجنين يعني يقدر يعيش. ده مثلا في مصر عندنا بيبقى قبل 28 أسبوع حمل، اللي هو مثلا السابع. لو ولدت من 28 ل 37 أسبوع بنسميها ولادة مبكرة، بعد 37 أسبوع اللي هو أول أسبوع أو 9 أيام في التاسع ده بيسميه ولادة عادية خالص. فكلمة إجهاض هو نهاية الحمل قبل في مصر 28 أسبوع. طب في بلاد تانية ممكن تبقى مثلا 20 أسبوع حسب قدرة المستشفيات والهيئات الطبية على إعاشة هذا الجنين بوسائل المساعدة حتى تكتمل أنظمته الأساسية من التنفس والحاجات دي. جميل جدا. فتعريف الإجهاض هو نهاية الحمل قبل 28 أسبوع. طيب
في الاجهاض ده بيكون سببه او يعني اللي خلينا نعمله حاجه من اتنين، يا مشكله في الام يا مشكله في الجنين مثلا، ايوه ده اللي بيخلينا نقول حاجه زي كده. طيب ايه اسباب الاجهاض العادي اللي احنا ملناش تدخل فيه؟ واحد ان يكون الرحم هو نفسه فيه مشكله، يعني رحم مثلا ذو قرنين او في حاجز او في لحميه او رحم طفيلي او في مثلا سقاط معينه في الرحم، تمام، فبتؤدي ان الجنين ده قاعد في بيت في اوضه مش مبسوط، ضيقه عليه، مزروع في حته ما بيوصلوش مثلا ميه او غاز او كهرباء، يعني الحاجات اللي بتغذيه أيوة بشكل كويس، تمام. طيب واحده ثانيه لا رحمها زي الفل، ولكن هي في فيروسات موجوده في الجسم، الفيروسات دي بتعدي من الدوره الدمويه والمشيمه وتصيب هذا الجنين مثلا بالوفاه او حاجات زي كده. مشهور عنها بس ده قديم، يعني مثلا مرض القطط او الحصبة الالماني مثلا او حاجات زي كده. طب واحده رحمها زي الفل وما عندهاش فيروسات او حاجه، ولكن هل احنا سمعنا عن حد مثلا زرع كليه قبل كده؟ سمعنا. هل بياخدوا اي حد ياخدوا كليته؟ لا، لازم بيعملوا خبرات توافق والجسم يقبل او يرفض هذه الكليه، تمام. ما بالك بقى لما يكون في بني ادم كامل داخل هذه الست، يعني مش كليه ونص بني ادم ده جاي من زوجها اللي هو مش اخوها يعني. فالمفروض ان يحدث تحور من عند المولى عز وجل في الجهاز المناعي لهذه السيده بحيث انها تقبل هذا الجنين. الخلل في هذا التحور يؤدي ايضا الى اجهاض. الجسم طيب بيرفض هذا الحمل، بيرفض هذا الحمل نتيجه حاجات في الحاجات المناعيه. طب واحده رحمها سليم ما عندهاش فيروسات في جسمها وجسمها المناعي تحوراته العاديه، بس عندها حاجه اسمها ميل التجلط. ايه ميل التجلط ده؟ دلوقتي احنا دمنا ماشي في جسمنا، المفروض يبقى يتجلط ولا سايل؟ اه سايل بالظبط، طول ما هو جوه الجسم. لو اتعورنا لازم يتجلط والا دمنا هيسيح. فزي ما تقولي كده جوه جسم الانسان في مكتبين، موظفين كده بتوع التجلط بيشتغلوا لما الواحد يتعور، وموظفين تاني بتوع السيوله اللي هما بيخلوا الدم سائل. ومن هنا حسب ما مثلا ان هم 10 موظفين و10 موظفين، فلو واحد عنده مثلا 10 موظفين وخمسه بس يبقى عنده سيوله في الدم، نسمع عن كده. واللي عنده هنا 10 موظفين وهنا خمسه يبقى عنده ميل للتجلط في الدم. اي حامل في الدنيا حمايه لها من المولى عز وجل لازم يسيب جواها نسبه التجلط، لان الست دي ساعه الولاده ممكن تفقد بالنص لتر دم، ده العادي، ولتر دم مثلا في القيصريات والحاجات دي. فان لم يكن المولى عز وجل مهيئ هذه السيده ان هي يكون عندها تعبير بنستعيره كده اللي هو مثلا بنكبس الجرح بن، انا اسف يعني الحاجات الطبيعيه اللي احنا بنعملها، يعني فلو ما عندهاش مواد التجلط دي كثيره وزايده، ده ست دي حياتها في خطر. فلما نحط معلومه ان الحامل لازم يزيد عندها التجلط وتكون هي اصلا حضرتك يعني مريضه بميل للتجلط، فبالتالي كل ما تحمل كل ما التجلط يزيد، فالدم يتجلط ما يبعتش دم كويس للجنين بالظبط. فاكتر حته سحب دم، اكتر حته سحب دم بيبان في هذا التجلط، فيؤدي الى ايضا اجهاض متكرر نتيجه ميل للتجلط موجود. طيب واحده رحمها كويس وما عندهاش فيروسات وما عندهاش خلل مناعي وما عندهاش ميل للتجلط، ولكن عندها مشكله في الغده الدرقيه. الغده الدرقيه دي هي يعني حياه الجسم، مفيش خليه بتاعه كبد بتاعه كليه بتاعه اي حاجه بتعمل الا لما الغده الدرقيه او هرمون الغده الدرقيه ده بيديها الطاقه والحاجات عشان تعمل هذا العمل. احنا عندنا شارع في مثلا ثلاث عمارات عندهم كابل كهرباء مغذيهم والدنيا عايشه زي الفل. لما نيجي نبني العماره الرابعه لو كابل الكهرباء ده مش مكفيها، فبالتالي هتلاقي الاربع عمارات اصلا بقى مش شغالين كويس. صحيح. نفس الفكره ان ممكن تكون ست عندها غدتها الدرقيه مكفياها، اسمها سحر مثلا ماشي الدنيا كويس قوي، لما مدام سحر دي حملت ده في عماره جديده بتتبني، في جنين بيتبني جديد، لا انا محتاجه غده درقيه يكون عندها ضعف هذه غده درقيه فلا تفرز الاحتياجات الجديده لها، فبالتالي يؤدي الى الاجهاض. جميل جدا، ده تعريف حلو وكمان شرح مبسط لاسباب الاجهاض. لحد هنا الاسباب طبيه، تمام. الاسباب خارجه عن اراده السيده الام، تمام. الحامل، تمام. هنا بقى يا دكتور هشام يعني نعرف ايه بقى حكم الشرع في الاجهاض لو كان في قصه لسه الاسباب الطبيه اللي خارجه عن اراده الام. ابدا بسم الله الرحمن الرحيم. انا على المستوى الشخصي يعني سعيد جدا بالطرح قناه الناس وحضرتك والاعداد في البرنامج المسائل زي كده، وفي يعني سعاده شخصيه بالغه ان احنا عاملين يعني خلطه او ميكس كده اجتماعي شرعي طبي. فبصراحه كل اللي بيشاهدنا دلوقتي حتى اللي في الاستوديو الكلام ده مهم جدا ليه، لان كل حد في بيته معرض لهذا الامر. صحيح. انا اللي يعنيني في الكلام الدكتور خالد وهلتقط منه الكلام ان الاجهاض زي ما هو قال بالظبط ولكن بقيد بسيط.
ان الامر يبقى على سبيل الاختيار، يعني المراه نفسها هي اللي اجهضت نفسها عشان نقول الحكم بتاعها، لان لو حصل اجهاض يعني خارج عن اراده المراه مفيش كلام. صحيح. يعني ده من الاسباب الطبيعيه اللي ربنا عز وجل يجريها على بعض النساء. جميل. انما تعال نقول لا، ده حمل حصل بالفعل والمراه باختيارها عايزه تعمل الاجهاض، هو ده بقى اللي هنقول عليه ان هو غير جائز شرعا، او هنقول الحكم بتاعه، او الحكم بتاعه، الحكم بتاعه. جميل. هستاذن حضراتكم نعرف بقى حكم ده بس بعد الفاصل، نرجع لحضراتكم مره ثانيه. مرحب بحضراتكم مرة تانية. قبل الفاصل كنا واقفين عند الدكتور هشام ربيع الجانب الشرعي من الموضوع، فكنا بنقول إن طالما موضوع الإجهاض غصب عن المرأة لأسباب طبية فخلاص ما فيش لوم عليها طبعا. بنتكلم بقى في القصة اللي هي إيه، لا لو هي عايزة تجهض، لو هي الأمر يعني باختيارها، وده اللي احنا وقفنا فيه قبل الفاصل. هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا في الحديث الجميل، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، عد معايا بقى، 40 يوما نطفة، 40 يوم، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، 40 و40 و40 يبقى 120. ده اللي دايما بنقوله الناس بتسمعه مننا في دار الإفتاء لما بيجونا، إن لو الإجهاض قبل 120 يوم أو الإجهاض بعد 120 يوم. بعد 120 يوم الدنيا مقفولة بالضبة والمفتاح، إلا لو في خطر على صحة الأم. يعني الدكتور خالد يجي يقول لنا في تقرير رسمي ومن المحاسن الأمور اللي بنحاول نقولها لكل المشاهدين دلوقتي، إن مسائل الإجهاض نحن في دار الإفتاء لا نعتمد كلام السائل أو السائلة، لازم تقرير، إطلاق، لازم تقرير من دكتور وبين قوسين مختص، مختص صحيح، يجيب لنا التقرير ويقول لنا الحالة بالضبط، حالة الجنين وحالة الأم والحمل كام عمره بالأيام. فقالت لي مثلا 130 يوم 140 يوم، والتقرير بيقول لي ان في خطر في بقاء الجنين في بطن الام. تمام. فبنديها الفتوى، وده اللي بنقوله لكل الناس، فيجوز الاجهاض في هذه الحاله فقط اللي هي يبقى في خطر على صحه الام. طيب حد هيجي يقول لي دلوقتي من المشاهدين اللي بيسمعونا، طب ما الجنين حي دلوقتي يا مولانا، والام حيه بالفعل، ليه بقى بنغلب حياه الام؟ فبنقول القاعده الجميله قوي اللي هنقولها ببساطه وبعدين ممكن نقولها بلغه علميه، إن حياة الأم في هذا الأمر مقدمة على حياة الجنين تغليباً، أدي القاعدة هو عشان لو حد عايز يسرش بعد الحلقة، تغليباً لأكبر المفسدتين، بنحاول نبعد عنها وناخد أخف المفسدتين اللي هي حياة الإيه؟ حياة الجنين، ونبقي الأم إن شاء الله ربنا يرزقها بحمل تاني غير الحمل ده. تقدر تعوض، وممكن يكون كان عندها أولاد قبل كده، فطبعاً الحفاظ على صحتها أهم. أنا هخرج بره الموضوع ده سؤال كده برضو عشان في قصة الحرمانية في الموضوع ده. لما الأم بتيجي لحضرتك عشان تعمل لها سونار، ماشي، ففي صوت كده بنسمعه طبعاً كل الأمهات عارفة، تن تن تن، ده نبض. طبعاً. حلو، يبقى إذن في روح. طب انا هوسع الموضوع شويه. ايوه، عشان بقى عشان الموضوع ده لازم نعرفه. تمام. الخليه يعني لو المج ده مثلا بيكبر وبيطول هو كده مش عايش، الجنين هو خليه، بقى خليتين، بقى 4، بقى 100 خليه. ده مش هذه الخلايا حيه ولا ميته؟ الخلايا كلها حيه، مش كده؟ فبرضو يسألون عن روح وروحه من امر ربي. يعني برضو لو انا هتكلم ان انا من الناس المتحفظه مثلا شويه في هذا الموضوع، فانا بالنسبه لي طبعا كلام الرسول يعني خبق طبعا، وانا لست في مقعد من الفتوى او حاجه زي كده لعلمائنا وشيوخنا، يعني هم طبعا يقولوا، بس على مستوى الشخصي انا شخصيا بشعر الجنين ده وهي حامل في يومها وعايش، الخلايا عايشه بدليل انها بتنقسم وبتكبر، وزي ما حضرتك قلتيها بملمح جميل جدا، هو النبض ده جاي من حد ميت؟ لا هو كونه حي حاجه وينفخ فيه الروح حاجه تانية. أيوة، بس هو الامر هو مرتبط شرعا بنفخ الروح، بنفخ الروح. انما من اول ما من عمر يوم زي ما يقول الدكتور خالد، دي خليه حيه، دي خليه حيه، لكن الفكره كلها في قصه نفخ الروح. جميل جدا. طب انا هستاذن حضراتكم عشان احنا معانا تقرير برضو مهم جدا، تقرير عن الاجهاض معدلاته وصلت لحد فين دلوقتي، وبعد كده طبعا هخلي يعني الدكاتره بقى الافاضل معانا نرد عليه، فتعالوا نسمع ونشوف التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية.
على الرغم من القيود القانونية فإن حالات الإجهاض شائعة، وفي دراسة أجريت على 1025 امرأة من 6 قرى في صعيد مصر وجد أن 416 امرأة قد خضعن لإجهاض واحد على الأقل بين هذه المجموعة. كان هناك 265 عملية إجهاض لكل 1000 ولادة حية. والإجهاض العفوي أو فقدان الحمل في سن مبكر هو فقدان الجنين قبل 20 أسبوعاً من الحمل، وقد تختلف معدلات الإجهاض بين النساء بسبب العديد من العوامل. قد يحدث الإجهاض التلقائي أو فقدان الحمل لما يقرب من نصف حالات الحمل قبل أن تعرف المرأة أنها حامل، فحوالي 10 إلى 15% من حالات الحمل المعروفة تنتهي بالإجهاض. رقم كبير ومعدلات كبيرة للإجهاض، هو ليه أسباب يعني زمان مختلف عن دلوقتي فعلا العدد زاد؟ طيب يعني خروجا من الأسباب اللي أنا سردناها سويا في بداية الحلقة، كانت أسباب يعني تصنف مرضية مثلا، يعني الست محتاجة يا تصلح الرحم يا تعالج من الفيروسات وهكذا. لكن تعالوا بقى نقول إن إحنا لو جبت 100 واحدة زي الفل و100 رجل زي الفل وجوزناهم، تمام، هم في الاخر بشر بني ادمين طبيعي. يعني انا دايما بقول لهم هذا المثال، ست عندها حوالي 400,000 بويضه والزوج بيكون فيه بالنص مليار حيوان منوي ممكن في علاقه زوجيه لوحده. انا لو عندي مصنع زبادي بيطلع 100,000 علبه زبادي في اليوم، هيطلعوا كلهم على الفرازه، مفيش واحده مثلا مفتوحه، واحده مشلوخه، واحده ناقصه، ودي مكنه. صحيح. فبالك بالبشر، فعايز اقول مش كل بويضاتنا زي الفل ولا كل حيواناتنا المنويه زي الفل. فلو شاء عليه القدير ان البويضه او الحيوان المنوي او الاثنين يكونوا ليسوا على ما يرام، تمام، فبنلاقي ان الجنين ده بينزل لوحده يعني من غير ما يكون في مرض طبيعي او حاجه زي كده خالص. وعايز اقول ان هم العلماء لو جابوا مثلا 100 حاله اضغاط بنقول ان 50% من هذه الحالات بتبقى نتيجه ان احنا بني ادمين بشر، يعني بيحصل حمل في بويضه او جنين مش كويس. وحتى انا برضو في كلامي البسيط مع الناس لو مثلا بقول ربنا عشان يعلمنا بنعمه البصر فيجيب واحد اعمى، نعمة السمع يكون فيه واحد أطرش، عشان يعني بنعمة التخليق ان مش هي باي ديفولت كده واحدة هتحمل هتجيب بيبي سليم، لا طبيعي بيبي ممكن ما يكملش وممكن يكون فيه خلقية، يعني نوع من نحمد ربنا سبحانه وتعالى يعني على تمام الخلق. بس هو السؤال هنا احنا عرفنا اسباب الاجهاض ان في اسباب عشان يحصل فيه اجهاض، لا هو ايه اسباب ارتفاع المعدلات بقى دلوقتي؟ طيب واحد في اسباب هذه المعدلات بصراحة بتكون معلومة يعني نتيجة التقدم العلمي في التشخيص، يعني دايما اي مرض كده حاجة احنا حافظينها بنقولها ده بيزود من يعني المفروض التقدم يعني هيقل، يعني احنا كنا في قرية في الارياف محدش عارف مين سقط ومين حامل والكلام ده كده، تمام، لكن لما بقى في وعي وثقافة وبنكشف والكلام ده فلا اكتشفنا ده تلت البلد عندها سكر، هما كان عندهم سكر قبل كده فمش يعني التقنيات الحديثة في التشخيص والثقافة والفكر بتدي ارقام كبيرة احنا كعلماء بنشوفها، يعني ده سبب من الأسباب. ده واحد. اتنين طبعا التقدم الصناعي اللي موجود واستخدام مثلا المبيدات الحشرية، يعني الخضار أو الخيار اللي احنا بناكله كل يوم، زيادة السكان والتلوث طبعا اللي طب بيحصل ده كل طبعًا ده بيأثر طبعا طبعًا لأن برضو زي ما يكون مثلا عندنا شجرة برتقان أنا ببص لها طول السنة مش برتقان عليها، برتقان بيطلع في الموسم الفلاني، الست كده ما بيضها مش متعلق عليه البويضات، لا البويضات دي بتنمو وبتكبر وبتنضج محتاجه جو صحي الشهرية اصلا. فلو ده بيحصل بالظبط زي ما حضرتك تقول بتقولي كده في جو ملوث وفي عادم سيارات وفي خيار مثلا او كده عمالين متحشيه فبتطلع البويضه بالتالي ملوثه، وكذا الرجل اللي عمال يشرب مثلا سجاير طول اليوم بالزبط او حاجات زي كده، فده كله بيأثر على الماده الوراثيه بتاعه النطوف يعني. جميل. فبيطلع الاجهاض يزيد، بيطلع الاجهاض زياده. طبعا احنا هنطلع فاصل، بس انا طبعا عشان الناس تبقى متابعينا احنا هنيجي عند حضرتك يا دكتور هشام وكل بقى الاسئله اللي كل الناس بتسالها. انا عايزه انزل الجنين علشان ظروف ماديه، ظروف صحيه، لا ده جوزي غصب عليا، لا مش حاجات اسئله كتيره جدا بنشوفها كل يوم بنشوفها كل يوم، فانا هعرفها طبعا من حضرتك وهنعرضها ليكم، بس هستاذنكم نخرج لفاصل نرجع لحضراتكم مره ثانيه. مرحبا
ارحب بحضراتكم مره تانية. قبل الفاصل يعني دكتور هشام ربيع اكد على نقطه مهمه جدا، وكمان برضو دكتور خالد عشان كل الناس وكل السيدات تبقى عارفه الحته دي، لان هي بتسبب لنا احيانا حاجه نفسيه مؤلمه شويه. فكره ان الخليه دي الخليه حيه، احنا كل خلايانا حيه، لكن قصه بقى نفخ الروح هو ده اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو بعد 120 يوم، يعني من اول اليوم 121 نفخت الروح في هذه الخليه الحيه. علشان برضو الناس الأسئلة بقى اللي بتيجي لحضرتك كتير جدا، أنا أم مش قادرة أن أنا مثلا أخلف دلوقتي، تمام، لازم أتأخر شوية، عندي دراسة عندي شغل، فأنا مش هينفع أحمل دلوقتي. سؤال تاني، أنا قدرتي المادية أو الصحية، خلاص الصحية عرفنا أن هي جائز أن هي يحصل، دي حالة مستثناء، دي حالة مستثناء. ماديا أنا جوزي لا مش عايز أخلف تاني عشان إحنا ماديا مش هنقدر، عايزين نربيهم كويس. الأسئلة الشائعة كتير جدا اللي بتبقى في كل بيت مصري، أنا بقى محتاجة أعرف من حضرتك حكم الشرع لكل هذه الحالات وكل الأسئلة اللي بتتسأل. والحقيقة حضرتك يعني أجملتي كل الحالات اللي ممكن ترد إلينا بالزبط. وده على فكرة برضو سبب من الأسباب، يعني ممكن نضيفه من الأسباب كثرة الإجهاض في التقرير اللي اتعمل، الأسباب المادية. يبقى الزوج والزوجة زي الفل والحمل ما شاء الله ما فيهوش أي إشكال، والزوج أو الزوجة قرروا إن هم مش عايزين يكملوا عشان الحالة المادية. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم برضو في الحديث اللي احنا قلناه من شويه اللي هو 40 يوم، كانه صلى الله عليه وسلم اسال السؤال ده. طب يا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لو حصل الحمل بالفعل ومش عايزين نكمل، فسيدنا النبي يقول لنا ثم يبعث اليه الملك فيكتب اربع كلمات، رزقه واجله وعمله، والرابعه شقي ام سعيد. فرزق الجنين اللي مكتوب ده بقى، ده سيدنا النبي كانه يعني بيرد على صاحبه السؤال او صاحب السؤال، رزق اللي جاي ده ولا بايد الام ولا بايد الاب، صحيح، ولا بايد الست ولا بايد الراجل. مكتوب له الرزق بتاعه لحد ما يتحط في التراب تاني لو ربنا يعني اراد ان هو يكمل الحمل ويحصل فعلا يبقى طفل او بيبي. الاشكال في حاجه تانية بقى، لو الزوجه عايزه تكمل بالفعل الحمل، وده اشكال حقيقي بيجي لنا، الزوجه عايزه تكمل الحمل وسواء بقى قبل 120 يوم او بعد 120 يوم مش هيفرق، الزوج اللي ضاغط انا بنصح الحالات اللي زي كده ان ياتوا الينا في دار الافتاء، وانا استنيز فرصه حضرتك في المسائل اللي زي كده الاثنين يا دكتور، الاثنين يجونا. ليه؟ اللي هنقعد معاهم وبنحاول نقنع الزوج بحاجات كتيره جدا، وممكن نعرف ان في مشكله اصلا خارجه عن الحمل، يعني مش الحمل اللي عامل المشكله. هي مشكله ثانويه بينهم ومشاكل عاديه جدا هي اللي عامله الاشكال في الحته دي. جميل. ومن جميل ما يذكر، وبرضه انا يعني عايز استنيز فرصه وجودي مع حضرتك، ان الاطباء في المسائل اللي زي كده بيتواصلوا مع دار الافتاء تواصل جيد جدا. جميل. واحنا فاتحين ابوابنا في التليفونات من 9 الصبح ل 9 بالليل على رقم 107 من السبت لحد الخميس. رقم 107 ده الشورت نمبر بتاعنا. الطبيب نفسه لو في حاله مستعجله او مش هيقدر ان هو يبعت الحاله بالفعل ممكن يتصل بينا، ممكن نقدر نتواصل معاه بشكل طبيعي. جميل جدا. بتتصل حضرتك بدار الافتاء فعلا لو اتحطيت في موقف ان في حاله قدامك مش عارف تعمل ايه؟ طبعا في حالات فعلا بتحس ان هي محتاجه عشان اسمعهم بس، يعني عشان تسمعهم عشان تقنع نفسك عشان يغنى نفسه عشان انا عايز عشان ايوه صح. طيب احنا معانا استاذ رجب من الغربيه. الو يا استاذ رجب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. لو سمحت بس الشيخ بس سؤال، لو سمحت. اتفضل السؤال. السلام عليكم فضيله الشيخ. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، اتفضل. سمعت اقول انا عندي المدام، انا عندي ما شاء الله عندي ولد وبنت وفي حمل تاني جاي في السكه كمان. تمام. الف مبروك. تمام. كل اللي بتحب بتتعب والصحه بتدهور وكلام من ده. اخر حمل دلوقتي حاليا احنا لسه في الشهر الثامن، كانت دهرت في غيبوبه، مرض السكر اساسا، دهرت غيبوبه سكر. ماشي. وراحت مستشفى عندنا، دخلت في العنايه، ركبوا لها كام نظارات في الشد الشريان، جلطه في الدراع وكلام من ده، ودخلت في باتري الدراع. بس الحمد لله ربنا رفع بينا وعتبر عمليه بسيطه يعني وسبعين بس هيقعد. فبقول له الدكتور عايز اعمل عمليه ربط بعد الولاده دي. الدكتور لازم يوافق من دار الافتاء. يا فندم دي كل حمل بتتعب وكلام من ده. تمام. يقول عايز اوفق فاتوا مرضات الافتاء.
تمام يا استاذ رجب، خلاص احنا فهمنا سؤال حضرتك. حاضر وهنرد عليك. حاضر. هي صحيا يعني ما شاء الله عندها ولد وبنت وفي كمان بيبي جاي، بس هي صحيا سكر ومشاكل كتير جدا، فعرض على الدكتوره ان هي فكره الربط. فهنا بقى الدكتور. طيب يعني انا هرد طبيا؟ اه مفيش مشكله صح؟ طب الربط عمليه اشرحها يعني في ثانيه كده. هي الفكره احنا عندنا مبيض يمين وشمال. طب ازاي الحمل بيحصل جوه الرحم؟ تنطلق البويضه تخش جوه الانبوبه وبعدين تبقى جوه الرحم عشان يحصل حمل. لو انا قفلت الانابيب عملت عمليه ربط انابيب، فبالتالي لن ينتقل الحيوان المائي بالبويضه فمش هيحصل حمل. جميل. عايز اقول نقطه يمكن برضه تسهل الامر شويه على مولانا، او يعني طبعا عارف يعني بس للمشاهدين يعني يعرفوا. ده كان زمان سؤال حرج، يعني انا واحد بيشوف افعل عنيه مثلا او اقطع له دراعه، يعني فقدان نعمه الحمل هل دي تبقى حلال ولا حرام؟ ربنا مدينا نعمه مش عند غيرنا يعني. دلوقتي بالحقن المجهري طبعا مفيش حاجه اسمها رط بيتفك، يعني رط بيتفك ده التباس في المصطلحات ما بين عنق الرحم، الواحده بتجهض فبتطلع عنق الرحم، لكن ربط الانابيب حاجه تانية خالص غير ربط عنق الرحم، مفيش فك خالص يعني. جميل. يعني ربطت انابيب مش هتحمل في بيتها تاني. حلو. احنا بقى بس ينفع بنفهم تحمل. أيوة. بحقن مجهري. بحقن مجهري. ما احنا بنفهم اللي هو إيه؟ ليه الربط سالت او الدكتوره طلبت. يعني لان الناس عندها اعتقاد ان الربط ده ممكن يكون مثلا حرام على اساس ان انا كده مش هخلف تاني. مش لا هي تقدر تخلف بحقن مجهري لو عايزه. جميل جدا. طيب الراي بقى الشرعي ان هو الدكتوره طالباه دلوقتي، هي دلوقتي صحيا مجهده جدا ومش هينفع ان هي تخلف تاني بعد الطفل الثالث اللي ان شاء الله هيجي بالسلامه باذن الله كده، فهنعمل ربط ومعرضه ان هي مش هتخلف تاني. هم شكلهم مش عايزين يخلفوا تاني. هو ربنا عز وجل يعني يبارك في زوجته وتقوم بالسلامه ان شاء الله. هو ربط المبايض جائز بشرطين مهمين قوي. اول شرط ان يبقى يتعين الامر ده عشان الضروره الطبيه اللي هي موجوده. جميل. يعني لو فرضا الدكتور او الدكتوره اللي هي بتتابع معاها قالت لها ممكن نعمل حاجه تانية بغير ربط المبايض، وانا ما اعرفش ده طبيا جائز او موجود يعني كتير. فخلاص يبقى بلاش نعمل ربط مبايض عشان النعمه اللي بيتكلم عليها استاذ خالد، عشان ما نلجاش برضه لا ربما يتغير ظروفهم في المستقبل. جميل. فربنا يكرمهم بحمل. الحاجه الثانيه والمهمه جدا اللي بنركز عليها يكون بين قوسين في مركز طبي مختص، ده مهم جدا عشان ما يحصلش ان هي بتهرب من ضرر فتروح لضرر اكبر منه. جميل. صح كده. يبقى اذا موضوع الربط ده هيعرضها ان هي لعدم الخلفه، فاحيانا الدكاتره بيستشعروا فكره لا حرام. صحيح. عشان ممكن يكون يخلفوا تاني لو تعين الامر. خلاص لو تعين الامر اللي ما فيش وسيله الا كده فما فيش اشكال في وسائل تانية اخرى، يا ريت يعني تشوف اي حاجه منهم. انا طبعا بشكر حضراتكم جدا على يعني كلامكم وعلى تبسيطكم للمفاهيم اللي احنا بنتكلم فيها سواء طبيا او شرعيا، لان دي اسباب كتيره. بس انا اخر حاجه كده قبل ما نختم عشان برضو ايه نبقى فاهمين الدنيا في قصه الاجهاض برضو يا دكتور هشام، في لما الراجل يقول للسيده لا علشان انا ماديا مش هينفع مش هنقدر نكمل، فاذا هنا دي مش حاله بيد ربنا سبحانه وتعالى. مش حاله من جواز الاجهاض، بس عشان نقطع الامر ده ونقفله. ايوه عشان الناس بس بتركز حتى في قبل ال 120 حتى قبل ال 120 يوم ما لهاش دعوه خالص بجواز الاجهاض. يعني معنى بسيط، يعني الزوج لو طلب من الزوجه ان هي تنزل الحمل عشان خاطر الحاله الماديه لا يجوز. ده لا يجوز. بس احنا كده اكدنا على الموضوع. طبعا بقى دكتور خالد سطوحي استاذ النساء والتوليد بكليه طب القصر العيني، بشكر حضرتك جدا. دكتور هشام ربيع امين فتوى ودار الافتاء المصريه، بشكر حضرتك جدا. بشكركم مشاهدينا الكرام، وباذن الله غدا حلقه جديده من برنامج البيت. دمتم في رعايه الله.